رحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل لكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار السكوتر للأطفال في مصر 2022 ونبدأ. أسعار سكوتر أطفال ثلاث عجلات في مصر 2022. سعر سكوتر أطفال ثلاث عجلات مضيئة لأعمار من سن 3 إلى 6 سنوات متوفر باللون الفسفوري 4490 جنيه مصري. سعر سكوتر أطفال ثلاث عجلات مناسب للجنسين للأعمار من سن 9 إلى 12 سنة متوفر باللون البرتقالي 550 جنيه مصري. سعر سكوتر أطفال ثلاث عجلات موديل SC 5305 للأعمار من سن 9 سنوات إلى 12 سنة متوفر باللون الأزرق 350 جنيه مصري. سعر سكوتر أطفال ثلاث عجلات مضيئة مناسب للبنات للأعمار من سن 3 إلى 6 سنوات متوفر اللون الزهري 450 جنيه مصري. سعر سكوتر أطفال ثلاث عجلات موديل M2 مزود بمقعد للأعمار من سن 2 إلى 5 سنوات متوفر باللون الأخضر 490 جنيه مصري. أسعار بيع سكوتر الأطفال في مصر 2022. سعر بيع سكوتر أطفال مناسب للجنسين متوفر باللون الأزرق الفاتح 205 جنيه مصري. سعر بيع سكوتر أطفال 3 في 1 عجلات مضيئة للفئة العمرية من سن 3 إلى 6 سنوات متوفر باللون الأزرق 510 جنيه مصري. سعر بيع سكوتر أطفال النوع فراشة مزود بعجلات مضيئة وأضواء تحكم على الجانبين وموسيقى متوفرة متوفر باللون الأزرق 365 جنيه مصري. سعر بيع سكوتر أطفال مزود بطوق حماية ومقعد للفئة العمرية من 2 إلى 5 سنوات متوفر بأكثر من لون 699 جنيه مصري. سعر بيع سكوتر أطفال مناسب للبنات بعجلات مضيئة مع موسيقى وأضواء في ذراع التحكم متوفر باللون الزهري 393 جنيه مصري. أسعار سكوتر أطفال في مصر 2022. سعر سكوتر أطفال عجلات مضيئة للمرحلة العمرية من سن 3 إلى 6 سنوات متوفر باللون البرتقالي 550 جنيه مصري. سعر سكوتر أطفال بدال من داوسون سبورتس للفئة العمرية من سن 3 إلى 10 سنوات متوفر باللون الأصفر 550 جنيه مصري. سعر سكوتر أطفال مناسب للبنات من فوركان تويز للمرحلة العمرية حتى عمر سنتين متوفر باللون الوردي 199 جنيه مصري. سعر سكوتر أطفال مناسب للجنسين شخصيات للمرحلة العمرية من 3 إلى 6 سنوات متوفر باللون الأخضر 360 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار السكوتر للأطفال في مصر 2022. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لدعمنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.